يتكون جهاز الكاميرا الوثائقية أو الفيجواليزر أو العرض البصري من مجموعة من الأجزاء. واحد، رأس الكاميرا. اثنين، مستقطب الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء. ثلاثة، حامل رأس الكاميرا. أربعة، محرر حامل رأس الكاميرا. خمسة، إضاءة علوية. ستة، محرر الإضاءة العلوية. سبعة، القاعدة أو المنصة التي يتم وضع الشيء المراد عرضه من خلال الكاميرا. سبعة، القاعدة أو المنصة. ثمانية، إضاءة سفلية وهي تأتي من أسفل من خلال مصباح تحت المرآة. تسعة، لوحة التحكم الرئيسية. وعشرة، هي عدسة الكاميرا وتكون عدسة محدبة لتجميع الضوء أو الأشعة.